هذه الفئات يبقى تصرفه مش مخالف للدستور. بعد ان تنتهي هذه الفتره التاليه والمجلس النواب القادم ياتي وينتهي وياتي مجلس نواب جديد، لن يسمح لرئيس الجمهوريه ان هو يصدر كوتا لاي فئه من الفئات. واذا خرج المشرع العادي واعطى كوتا لفئه معينه سيتم الطعن عليها بعدم الدستوريه، وستصطدم بمبدا المساواه ان الكل امام القانون متساوي، ولا يجوز ان انا اخص فئه معينه بنسبه معينه داخل المجلس النيابي. هذا فيما يتعلق بالنقطه الاولى. فيما يتعلق بالنقطه الثانيه اللي انا سمعتها والخاصه بان الدستور هياخد كذا وكذا، والله المواطن المصري اذكى مما يتخيله الجميع. المواطن المصري سمع الدستور وعرف شرحه وعرف نصوصه من وسائل الاعلام المختلفه او اراه بنفسه، وهو اقدر واقدر واحد على انه يحكم على هذا الدستور. وبكره نعم للمشاركه، اما نعم ولا، المواطن المصري هو اللي حددها، والمواطن المصري عارف مصلحته فين، مش محتاج يعني. الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين يعني قال كلمة يعني تدرس، قال اليوم التصويت بلا ليس كفرا. يعني ليضع نفسه كأحد رواد الإصلاح خلال الفترة القادمة. خليني أقول حاجة في سيادتك قلته. اولا الدستور ده بيبقى توافق، مفيش حاجه اسمها 100% ولا 101% زي ما سمعت من احد الطلبه الحضور اللي عند حضرتك، مفيش الكلام ده. اذا كان لجنه ال 50 نفسها بتيجي تاخد ماده تلاقي مثلا الماده دي تصويت 40 موافقه و8 غير موافق و2 اثنين سكتوا او ما عدوش بصوتهم. لجنه ال 50 لما بتيجي تاخد تصويت على المواد اللي عملت النصوص الدستوريه بتلاقي نسبه 75% موافق او 80% موافق و10% مش موافق و10% امتنع عن التصويت. هذا الكلام لازم يبقى في المجتمع، لو المجتمع قال 100% يبقى في حاجه غلط. واخد بال حضرتك؟ نعم. انما الدستور هو توافق، الناس تيجي نسبه 75% 78% شيء طبيعي، يبقى في خلاف والا ما نبقاش بشر. واخد بال حضرتك؟ بالطبع المشرع العادي مشكورا تدخل ممثلا في رئيس الجمهوريه وعدل الماده 49 فقره 3 الخاصه بالتصويت في اكثر من لجنه للمغتربين، وخلاها عقوبتها السجن من 3 الى 15 سنه، وده معناه ان المشرع حول هذه الجريمه من جنحه الى جنايه، بعد ان كانت عقوبتها الحبس، والحبس حد الادنى 24 ساعه وحد الاقصى 3 سنوات او الغرامه. المشرع خلى عقوبتها السجن من 3 الى 15، وده تحذير وتنبيه قوي لكل من تسول له نفسه ان يزور او يصوت بصوته في اكثر من لجنه او يحدث جريمه من الجرائم الانتخابيه، ان عقوبه السجن ستكون في انتظار هذه الفعله. وعلى الجميع ان يجعلوا يوم احتفالي احتفال بمصر، اللي عايز يقول لا يقول، اللي عايز يقول نعم يقول، في قضاه محترمين. يهمنا ان تخرج اكبر نسبه من الشعب للمشاركه في هذا. احدث تبعث لي حضاره معينه رؤيتي الخاصه وتصوري، سيكون هناك كرنفال استقبال كبير الى شهاده العالم غدا وبعد غد. نعم. كل اطمئن، كل صندوق علي قاضي، لن يسمح بالتجاوز. القضاء لا يسمحوا بتمرير تزوير او شبهه تزوير. كل قاضي معاه على كل صندوق من 8 الى 10 موظفين مراقبين ايضا على الامر، هيمشي بشكل احتفالي محترم. الجيش بيامن، الشرطه بتامن، هيبقى يوم محترم ويوم جميل، وفي الاخر هتاتي النتيجه لصالح مصر في النهايه، وهننتقل خطوه الى الامام بمشيئه الرحمن ان شاء الله. وسنتابعه معك هذا اليوم واليوم التالي ايضا. سياده المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة، كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى الدكتور سمير رشاد أبو طالب، المستشار القانوني لإحدى نقابات الفلاحين بقى. يعني النقابة العامة أكبر نقابة، بس في نقابات تاني للفلاحين يعني لا نجهلها، ولكن ستوحد إن شاء الله. بس هي أقوى وأكبر نقابة، معروف النقابة العامة للفلاحين اللي كان نقيبها الله يرحمه الحاج محمد عبد القادر وتوفاه الله، موجود حاليا الحاج أسامة الجحش، هو القائم بعمل النقابة إن شاء الله. طيب يعني وقد اسمح لي اعلق على الماده 244 اللي هي في سؤال بس انا عايز اعلق. تفضل. يعني ماذا يقصد؟ انا ما اردش الموضوع لان احنا كنا في عناء. السيد عمرو موسى بيقول من قال لا
ليس كفرا. التصويت بلا ليس كفرا. يعني هو يرد بذلك عن الدعاية السابقة التي كانت في الفترة الماضية الذين كانوا يتحدثون عن الدولة الدينية. يعني هو قال للشعب المصري انزل وقل كلمتك، ولكنه بهذه الكلمة تحديدا هو نسخ ما كان يقال قبل ذلك ان التصويت بنعم كفر او بلا كفر. يعني هو اسس لعصر جديد. طب ديمقراطية وحرية. لكن احنا السابق ماذا فعل السابق لمصر والمسلمين حتى او لعدم الكفر والاسلام؟ هي الكلمه صفت في هذا الاتجاه. انا عايز افهم الناس البسطاء، الناس اهل مصر، ان يا جماعه ان العصابه اللي كانت ماسكه البلد دول بعيد عن الاسلام، عصابه متاسلمه، احنا كنا مفكرين هم الاسلام. تدمير البلد. يعني تقسم المسلمين شيعة وسنة ومسيحيين ومسلمين، ما فيش مواطنة. الشعب فهم فهم الشعب الموضوع فخلاص. يعني احنا ما في، وبالمناسبة هم ما فيش الله باقية شوية متعاطفة، والناس دي متعاطفة مع الإسلام مش متعاطفة معهم. هم أصلا دعاة إسلام. ولكن هل أنت وجدت في المؤسسة العسكرية منذ أن مسك من 7000 سنة أي عسكري مسك مصر خان مصر؟ ما فيش واحد عسكري حكم مصر خان مصر لحد الان. احنا عاصرناهم، يمكن محمد نجيب سمعنا عنه، لان احنا يا روب كده عاصرنا عبد الناصر خان مصر، عاصرنا محمد نجيب يقول ما خانش مصر، عبد الناصر ما خانش مصر، السادات ما خانش مصر، حسني مبارك رغم الفساد البطانه اللي كانت فاسده اللي معاه ما خانش مصر. ما فيش واحد عسكري خان مصر. طبعا مش معقوله بقى الفريق عبد الفتاح السيسي اللي هو شافه على ايده هيخون مصر. هي كانت تبقى مصيبه لو ظل مرسي المعزول شهر واحد. والله لو كان اقول لك بصراحه، هو كان فاضل جيش مصر الوحيد في الشرق الاوسط او العرب. اقول لك مصر كنا دلوقتي عبيد، كنا زي دلوقتي العراق وليبيا وسوريا. اقول لك بصراحه، هي كان هم، وانا فهم المسلمين قبل المسيحيين، والمسلمين بالذات الشباب المتعاطف والناس اللي بتقول ان هم دول مسلمين، دول ليس مسلمين. ما فيش واحد خاين ويتآمر على 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 بلده وعلى وطنه مصر وعلى الاسلام ويقول شيعة وسنه ويسحب السفير السوري والجهاد عند مسجد عمر مكرم. هيجاهد مين؟ كانوا يحرروا القدس. يعني دعهم يحتفظون بقناعاتهم. ما فيش منهم دلوقتي ولكن هي انتهت، تعتبر انتهت مصر، دولة مصر بس هي انتهت يا سيدي. احنا ما نذكر، اقول لك بصراحه، هي خلاص مسحت بأسيك، لان احنا كنا متعاطفين مع الاسلام، فالان انتهت خلاص. واحنا مستعدين، الشعب كله مستعد ينزل فداء للجيش المصري، لان الجيش المصري هو اللي بقينا. هو نزل الشعب المصري، نزل في 30 من يونيو. ثوره عظيمه، هي 30 يونيو الثوره فعلا حقيقيه. يعني وقد تداركنا الوقت، وقد وصلنا الى المادة 245، وهذه مادة لن نناقشها، ولكن دعني اقولها في الاول. هي تضمنت حقوق العاملين بمجلس الشورى، وهي مادة ادارية بحتة لن اناقشها معكم، وساعيدك الى المادة 244. ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور الى مجلس النواب بذات درجاتهم واقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافئات وسائر الحقوق المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول الى مجلس النواب اموال مجلس الشورى كاملة. هي مادة ادارية بحتة تحتفظ للعاملين بمجلس الشورى بجميع امتيازاتهم وتنقلهم الى مجلس النواب. في تعليق علشان المادة اللي احنا الاول، مادة احنا بتاعت تمثل عمال الفلاحين والفلاحين بالذات. اللي احنا قال احنا واحد بين 70%. انا كنت يعني عملت احسان، انا فلاح وعايش مع الفلاحين وبزرع ارض، فانا عارف ان احنا 65%، لكن هو اقوي الفضل ان هو اقرب مني دلوقتي للنقابات، عارف بقت 70%. هل 70% دي الفلاحين يفهموا كويس قوي؟ احنا محتاجنا لميه الري، لان هي اللي بتعقنا كلنا، ميه الري والسماد. فميه الري الان لما يتعمل سد النهضه اللي كان سببه الفئه الخاسئه، اللي احنا اصلا الاولاد الفلاحين اللي في جامعه الازهر وجامعه الازهر يتعاطفوا معاهم، لو سد النهضه ده اللي باركه المعزول اتعمل، كان ايه؟ وهو باركه فعلا، وهو اللي بيسبب لنا مشكله. هذا رئيس كان يمثل دولة. هو سد النهضة تخطط له اثيوبيا منذ حوالي 10 سنين. قدروا يعملوه في عصر زي ما احنا بنقول عصر لم يبدأ. لا، هم الوركة بتاعته
المباركه بتاعته انشاوه، لان احنا لما رحنا الصين فكنا بنعاتب لا بنعاتب المسؤولين الصينيين، لا احنا بنعاتب الحزب الشيوعي، وكان رئيس الحزب الشيوعي اللي كنا جالسين معاه بقياده الاستاذ احمد فضالي، وكان معايا السياده اللي هو سامح سيف اليزل، وكان معانا السفير محمد العرابي، وكان معانا كوكبه من وكان معانا الانبا بولس، وكان الدكتور امين علوي عن الازهر والانبا بولس عن الكنيسه. ماذا قال يعني؟ قال لهم احنا فعلا حقيقه الشركه الصينيه اللي بتشتغل مش تمويل صيني، ده هي حصل هو بي 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 احنا بنقول احنا رايحين الخط بنقول ليه؟ لان صيد نهضه هو الشريان النيل من مصر، ما حصلتش لمصر في هذه الايام، ليه الصين تساعديهم؟ ده احنا اصلا بنحس قوه ثانيه طالعه او صاعده امام الامريكا، فاحنا عايزين تكونوا انتم قريبين منا حتى يعني حافز، مش عايزين منهم ماده. طب هو قال قال حاجه قال قال دي كانت شركه صينيه، والشركه الصينيه دي اصلا حصل عملوا مزاد، والمزاد مناقصة ورست عليهم، فهي بالتنفيذ صيني، لكن احنا ما بندعمهش مادي، ولكن احنا ان شاء الله بعد استفتاء على الدستور قال الكلام ده مباشر، قال ان شاء الله تيجي تزورونا بعد استفتاء على الدستور بتاعكم، لو نجح الدستور ان شاء الله في مصر، وانا اثق ان شاء الله الدستور هينجح، وان فلاحين مصر يفوقوا بالموضوع ده، إن لو نجح الدستور ان احنا سوف نعيد حساباتنا وسوف نسحب الشركه دي، وسوف نحل ان شاء الله باذن الله تعالى يكون في مع فلاحين مصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هو على فكره بس خلينا نقول سد النهضه يعني او سد النهضه ده ليه شقين، شق اول كان موافق عليه اللي هو ارتفاع اعتقد يعني انا يمكن مش متذكر كويس بس حوالي 100 متر، هم بعد الظروف اللي حصلت فرفعوه من 100 متر ارتفاعه يعني الى اعتقد 150 متر، وهذه المشكله يمكن ربما كان مصر موافقه على ال 100 متر او ال 100 متر لو عمل سوبيا سد النهضه على ارتفاع 100 متر ربما كانت هتبقى العائق او المشكله عندنا يعني بسيطه مش هتبقى كثيره او كبيره زي ال 150. لا اعتقد يعني اي سد هو ده يعني هو الرئيسي الذي يمد مصر، واعتقد انه النيل الازرق طبعا. يمد مصر والسودان بالحصه الرئيسيه وجاء في الوقت الذي تطالب به فيه مصر بحصه اضافيه محتاجين هو تنميه هو لا احد ينكر تخطيط اسرائيلي امريكي هو في حاجه الصينيه لا هو بيصرف على الشيء ده كله الصينيه الامريكيه ليس احنا بنقول ليس الشعب الامريكي بينه وبينه شيء احنا اللي بيدير الحرب كلها عموما اقول لك بصراحه وقد تداركنا الوقت واستغرقنا في مادتين فقط وقد وصلنا الى الماده 246 يلغى الاعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو 2013 والاعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 واي نصوص دستوريه او احكام وردت في الدستور الصادر 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقه الدستوريه تعتبر ملغاه من تاريخ العمل بها ويبقى نافذا ما ترتب عليها من اثار. نضيف اليها الماده 247 التي نصت على العمل بهذه الوثيقه الدستوريه من تاريخ اعلان موافقه الشعب عليها في الاستفتاء باغلبيه عدد الاصوات الصحيحه المشاركه فيه. يعني الماده مادتين نسخ ما قبلهما. يبدا العمل بالدستور من تاريخ اقرار الشعب له وتلغى كل ما قبله من وثائق دستوريه او اعلانات دستوريه. طيب هو عموما الموافقه ان شاء الله الاستفتاء الوثائق الاربع اعتقد ان هي تعلن يوم الاربع او الخميس، فمن يوم الخميس هيبقى اصبح الدستور نافذ والاصوات 50% زائد واحد يعتبر ده هو كده بيجي فيه موافقه، ولكن احنا نعلم ان ان شاء الله يتوافق عليه او الكل نازل سواء كان الفلاحين وغير الفلاحين عمال وفلاحين الفلاحين كلهم نازلين كله ان شاء الله تعالى بما تحقق له حتى ذو الاعاقه اللي كان نفسي اعلق على الماده دي لو سمحت لي بس ان هم ذو الاعاقه والاقزام لاول مره يذكر الاقزام في دستور جمهوريه مصر العربيه وذو الاعاقه عمل له يعني تخصص لهم اكثر من ماده فعلى سبيل المثال حتى في حالات المقبوض عليهم يعني حتى هم متهمين جعل لهم وسائل المساعده توفير المساعده اللازمه لهم في الماده 54 و55 كمان يكون لهم اماكن لائقه يعني اماكن لائقه بيهم عشان هم لهم ظروف خاصه وفي الماده 80 اهتم بالاطفال ذو الاعاقه تكفلهم الدوله الاطفال اللي هم عندهم اعاقه تكفلهم الدوله ده طبعا يعني امر كويس جدا لذو الاعاقه والاقزام وطبعا ضمان حقوق ذو الاعاقه والاقزام في الماده 81 عموما في ذو الاعاقه اهتم بهم ده مهم جدا لان هم وان اختلفت الارقام من هل هم يمثلوا مليون او 10 مليون يعني في اختلاف كلام كتير ما نعرفش الاحصاءات بالظبط مش موجوده قدام اي حد هل هم 8 مليون او 10 مليون وفي احد يعني احد الامور الحسابيه قال لهم
مليون شخص يعني، فهم نفترض ان هم 10 مليون شخص يكون يمثلوا 10% من الشعب المصري، كون ان هم الدستور يؤكد لهم اكثر من ماده فشيء انا محمود جدا، لان هم بصراحه ناس يعني ذو العاقه ذو الهمه، كانوا فعلا محتاجين ان هم يعني يدخلوا جوه المجتمع، وفعلا محتاجين ان احنا نهتم بهم. يعني حتى الان لا يهتم بهم غير منظمات المنظمات الخاصه برعايه هؤلاء او منظمات بعض منظمات المجتمع المدني. هل تعتقد ان الوضع الجديد الوضع الجديد سيكون مبشرا لهذه مش ذو العاقه؟ هل يجب ان يكونوا نقابه؟ مش ذو العاقه بس، وسعادتك اصلا بعد الدستور ده ان شاء الله ما يستفتى عليه ووافق عليه، كل هيئه وكل يعني وكل هيئه هتبص هتجتمع وهتشوف ما يتفق معاها وما يخالفها، يعني هتلاقي قوانين كتير هتتعدل، هتلاقي امر